دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وايضا متابعه لاهم الماتشات اللي هتتلعب في اطار الجولات المؤجله من الدوري المصري الممتاز لكره القدم والجوله 33 من بطوله الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فتشغيل خطوط المترو الثلاثة هترجع مرة تانية للمواعيد المعتادة، وده بعد الانتهاء من شهر رمضان والعطلة الرسمية لاحتفالات عيد الفطر المبارك. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مبارتين مهمين هتجمع المباراة الأولى المؤجلة من الجولة 19 من عمر المسابقة، الزمالك وسيراميكا كيلوباترا الساعة 8:30 بالليل. المباراة الثانية المؤجلة من الجولة 24 من عمر المسابقة هتجمع بين طلائع الجيش وغزل المحلة الساعة 5 العصر. النهارده العشاء الدوري الانجليزي موعدهم مع اربع مباريات قويه في اطار الجوله 33 من عمر المسابقه، هيلتقي نوتنغهام فورست مع برايتون الساعه 9 الا ربع، في نفس الوقت هيلتقي كل من ويست هام مع ليفربول وتشيلسي مع برنتفورد، والساعه 9 هيلتقي مانشستر سيتي مع ارسنال.